إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. عباد الله، إن بر الوالدين أمر قد فرضه الله عز وجل على كل من انتسب إلى الإسلام بغض النظر عن دين والديه، وقد قرن الله تعالى برهما بتوحيده بياناً لعظم شأنه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً. والأسر المسلمة تفخر بوجود الآباء والأمهات بينهم، خاصة عند كبر السن وكثرة الأولاد والأحفاد، حيث يبقى الأب بينهم كالملك المطاع في مملكته، يتنقل بين هذه البيوت في احترام وطاعة للأوامر. والابن الذي ينال شرف إيواء والديه فإن ذلك سبب لفخره على إخوانه الآخرين. ولقد جعل الله تعالى للوالدين حقوقا عظيمة تجعل الولد أسيرا لهما في حياتهما بل وبعد وفاتهما، لن يستطيع العبد أن يجازيهما على إحسانهما مهما فعل إلا أن يجد والده عبداً مملوكاً فيشتريه فيعتقه، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء في كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله أن رجلاً من اليمن جاء بأمه على كتفه يطوف بها بالكعبة وهو ينشد: إني لها بعيرها المذلل، إن تذعر ركابها فلا أذعري. ونظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ أتيت بها من اليمن وهي على رقبتي، وأحج بها وهي على رقبتي، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. والناس عباد الله في معاملة الوالدين على ثلاثة أقسام: فقسم يحسن إليهما ويبرهما فهذا مثاب عند الله عز وجل، وقسم
ترك الإحسان والبر فهو يؤدي ما عليه فقط بلا زيادة ولا نقصان، فهذا مذنب معاقب لتركه البر. أما القسم الثالث فهو الذي ترك الإحسان وجمع إليه الإساءة والأذى وتكدير الخاطر، فهذا هالك قد وقع في كبيرة من أكبر الذنوب. جاء عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين أصحابه ذات يوم فقال لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إذن نفهم عباد الله أنه لا يكفي أن يكف المرء شره وأن يمتنع عن الإساءة إلى والديه، بل يجب عليه أن يحسن إليهما أيضاً وأن يبرهما، وإلا كان عند الله معاقباً. وإن من أقوى الدوافع إلى بر الوالدين أن يعلم العبد أن من أعظم أسباب دخول الجنة ومن أعظم أسباب تكفير الذنوب بر الوالدين، ومن ذلك لين الكلام معهما. جاء شاب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يرتعد خوفا من ذنوب قد فعلها يظنها من كبائر الذنوب، فقال له ابن عمر أو سأله عن والديه، فأخبره الشاب أن معه أمه، فقال له: أتفرق من النار، أي أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ولقد نهانا الله عز وجل عن الإساءة إليهما ولو بكلمة أف، قال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كانت الزفرة التي تخرج من الصدر منهيا عنها، فكيف بمن يرفع صوته أو يتطاول عليهما؟ كيف بمن يشتم أو يضرب والديه؟ لا شك أن هذا مما يحبط أعماله، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن والديه: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإن أول ما يعرف به غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه. وقال أيضا: والله ما بر والده من شد الطرف إليه. هذا الذي إن خاطبه والده وهو يخاصمه فينظر إليه في عينيه ويشد النظر ولا يرخي بصره، والله ما بر والده. وهذا محمد بن سيرين رحمه الله كان يخفض صوته إذا كان بمجلس أمه، حتى إن الذي لا يعرفه ليحسبه مريضا. وكان من السلف من يرفض أن يأكل مع أمه من إناء واحد خشية أن تسبق يده يدها إلى طعام أو إلى لقمة اشتهتها. ولقد رأى أبو هريرة رجلين رضي الله عنه فقال لأصغرهما: من هذا منك؟ فقال الرجل: هذا أبي. فقال: إن كان أباك فلا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. لا تسمي أباك باسمه مجرداً، ولا تمشي أمامه في الطريق، وإياك أن تجلس في مجلس قبل أن يجلس أبوك. عباد الله، أين نحن اليوم من هذه الآداب؟ إن لدينا خللاً واضحاً في التربية والأخلاق على مستوى الأسرة ومستوى المدرسة والشارع، والخلل بلا شك في تطبيقنا لأوامر الإسلام لا في الإسلام ذاته. فديننا هو أعظم دين، ولو طبقه المسلمون لأفلحوا فلاحاً عظيماً في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن البعض قد يبرر عقوقه أو تركه للإحسان على أقل تقدير بأن والده أناني، بأن والده بخيل، بأن والده يسومه سوء العذاب، أو لأن أمه متسلطة جبارة سيئة الخلق. وقد يكون الأمر كما قال، فكم نسمع عن آباء لا يعرفون الله ولا يخافونه، يتفننون في تعذيب أبنائهم والإساءة إليهم، التعذيب الجسدي والتعذيب المعنوي، يكثرون من لعنهم والدعاء عليهم، ويفضلون بعضهم في العطية والنفقة وغير ذلك على البعض الآخر، مما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الأخوة. إلا أن هذا كله لا يبرر العقوق أبداً، فالولد مطالب بالبر والإحسان بغض النظر عن عدل الوالد أو ظلمه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه سخطهما. والله تعالى هو الذي سيتولى حساب ذلك الوالد الجائر أو تلك الأم المتسلطة. أما أن تنقلب الأدوار فيصبح كما نرى اليوم، يصبح الوالد هو الملزم بطلب رضا ولده العاق السيء الخلق الذي لا يصلي، يلومونه الناس، يقولون له: لقد آذيت مشاعر ابنك أو ابنتك، أنت يجب أن تطلب الصفح من ولدك، أنت الذي يجب أن تقدم له فروض الولاء والطاعة. فهذا والله يدل على سوء اعتقاد، ويدل على بعد عن دين الله، ويدل على إخفاق الوالد في تربية ولده واستمراره في تدليله وإفساده بتلك المعاملة. واعلموا عباد الله أن طاعة الوالدين واجبة في المباحات التي يتضرر الوالدان من تركها، أو التي لهما فيها منفعة ولا مضرة فيها على الولد. فأما إن كان في ذلك الأمر ضرر على الولد فلا طاعة لهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان في أمرهما معصية للخالق فلا طاعة لهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعلى سبيل المثال للحصر، إن أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته لأنها لا تحبها أو لا تناسبها، فإن كان الأمر بذلك لسبب شرعي كسوء خلق الزوجة ولفساد دينها، وجب آنذاك طاعة الوالدة وتطليق المرأة لأنها امرأة سوء. أما إن كانت المرأة صالحة ومطيعة ومحبة لزوجها وأولادها، فليس للولد أن يطيع أمه في طلاقها وإن دعت عليه صباحا مساء، لأنه مأمور ببر والدته، وطلاق المرأة الصالحة المطيعة ليس من بر الوالدة من شيء. ولا يكون بر الوالدين فقط بالنفقة عليهما كما يظن البعض. البعض يسكن والديه في منزل فاخر ويسخر لهم الخادمة والسائق ويغدق عليهما بالأموال، ولا يراهما إلا من العيد إلى العيد أو مرة كل شهر، لا يتصل بهما بالأسابيع، فهذا خطأ. المال لا يغني عن مشاعر الحب والحنان، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى جميع أنواع الإحسان في المعاملة والقول في حياتهما بل وبعد وفاتهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ رجل فقد والديه
وتحسر على الأيام الخوالي التي كان يستطيع فيها أن يقبل قدم أبيه أو أمه وأن يبرهما وأن يحسن إليهما، فجاءته لحظة الحسرة وهو الآن يريد أن يستدرك ما فات، فأنى له ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، أي نعم هنالك ما تبر والديك به بعد موتهما، نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، لا الصلاة بالركعات والسجدات، إنما هو بالدعاء، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وقد طبق الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر أجمل تطبيق. لقي ابن عمر رجلا بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتحدث معه فترة، ثم حمله على حمار كان يركبه عبد الله، يعني أعطاه حماره وألبسه عمامته التي كانت على رأسه، فقال له أصحابه، أي أصحاب ابن عمر، قالوا: أصلحك الله، إنهم أعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال: إن أبا هذا كان وداً لعمر بن الخطاب، يعني أنا لا أعرف هذا الأعرابي، لكني أعلم أن أباه كان صاحباً لأبي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. فما أحوجنا عباد الله إلى بر الوالدين في حياتهما، وذلك باب من أبواب الجنة يوشك أن يغلق عليك. وما أحوجنا إلى برهما بعد موتهما بالصدقة والعمرة والحج والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وصلة رحمهما، كما قال سبحانه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وما أحوج الوالدين أن يربوا أبناءهم بالحب والعطف والحنان، وأن يعدلوا بينهم جميعا، وأن يعينوا أبناءهم على برهم، وأن لا يكونوا لهم عونا على العقوق والمعصية. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ بما يرضيك آمالنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل ثأرنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداء هذا الدين من المشركين واليهود والصليبيين وإخوانهم وأعوانهم من المنافقين العلمانيين، يا عزيز يا حكيم. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.